السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي ماي دير فيورز، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية، طبعا استكمالا لكورس أهم مصطلحات يومية في اللغة الإنجليزية. طبعا في الفيديو اللي فات طبعا نبهت إن في هيبقى في كويز بازل في الفيديو ده، فالبازل زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم عبارة عن 6 مصطلحات اللي احنا خدناهم في ال3 فيديوهات اللي فاتوا. طبعا هسيب لكم في الديسكريبشن اللينكات بتاعت الفيديوهات ديت، الناس اللي تحاول تتابع كده وتشوف المصطلحات دي وتراجعها وتحل الكويز ده. هو طبعا حضراتكم توقفوا الفيديو وتبداوا تحلوا الكويز، وان شاء الله اجاباته هنزلها في الفيديو القادم باذن الله تعالى. طبعا في فيديو النهارده هنكمل مصطلحات المستخدمه عندنا في هذا الكورس اللي هو الخاص بأهم مصطلحات الخاصة بالعمل أو الحياة عموما، فيلا بينا مع بعض. بسم الله، أول مصطلح معانا هو زي ما احنا شايفين فوق tied up. Tied up means busy doing something that you can't stop. بمعناها بالان عربيك بالعربي معناها انا مشغول، انا مزنوق في حاجه بعملها دلوقتي مش هقدر ارد او اكلمك او اتواصل معاك. فكلمه tied up يعني مزنوق بعمل حاجه او مشغول في عمل حاجه، وبالتالي مش هقدر اعمل حاجه تانية. تاني tied up معناها مشغول، busy doing something that you can stop، مش هقدر اوقفها دلوقتي. يعني انا شغال في حاجه وحد بيكلمني فاقول له استنى لو سمحت I'm tied up، انا مشغول دلوقتي مش هقدر اقف عشان اكلمك. زي ما احنا شايفين في الصورة عندي هنا، وقفنا في الفيديو اللي فات لما الموظف راح البنك عشان يعمل شغل، فهنا بيقول للشخص اللي بيكلمه في التليفون زي ما احنا شايفين I am tied up right now I can't talk I am tied up right now I can't talk، أنا مشغول حياة مش هقدر أتكلم. أمثلة زيادة، المثال الأولاني بيقول لي Can we meet today؟ شخص بيكلم حد تاني بيقول له Can we meet today؟ ممكن نتقابل النهارده؟ قال له Sorry I'll be tied up all day How about tomorrow؟ يعني قال له أنا آسف أنا مشغول جدا طول اليوم، إيه رأيك في بكرة؟ المثال كمان I'm tied up now but I'll be free in an hour أنا tied up now أنا مشغول دلوقتي بس هكون إن شاء الله فاضي in an hour في غضون أو في خلال ساعة. طبعا in an hour المصطلح ده خدناه قبل كده. المصطلح اللي بعد كده when is a good time when is a good time when is a good time معناها when is a convenient time for you when is a convenient time for you. كلمة convenient يعني مناسب، time يعني وقت، for you يعني ما حد يقول لك او انت تقول لحد. when is a good time معناها الوقت المناسب امتى، طيب اللي اقدر اتواصل معك فيه او اكلمك فيه وهكذا. فهنا الشخص اللي بيتكلم في التليفون تكملة للمصطلح اللي فات بيقول له طب انت مشغول دلوقتي tied up now، فبيقول له ايه I'll call you later انا هكلمك فيما بعد I'll call you later when is a good time يعني انا هكلمك فيما بعد بس الوقت المناسب امتى. فيبدأ الشخص اللي واقف قدامنا يقول له around 4 o'clock حوالي الساعة ايه 4. يبقى اذا لما احب اسأل حد اقول له امتى الوقت المناسب اللي اقدر اكلمك فيه بستخدم when is a good time. more examples، مثال اولين بيقول I have some papers for you to sign when is a good time to drop by your office يعني انا عندي بعض المستندات ليك عشان توقعها sign when is a good time ايه الوقت المناسب ايه اقدر drop by يعني اعد عليك your office. والمصطلح ده برضو خدناه قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. more examples can we meet next week ممكن نتقابل الاسبوع الجاي. قال له sure when is a good time for you طب الوقت المناسب امتى ليك. قال له how about Friday at 10 a.m ايه رايك يوم الجمعه الساعه 10. هنزود كمان مصطلح على غير العاده في الفيديوهات اللي فاتت، طبعا كل فيديو كنا بناخد فيه مصطلحين هنبدا نزود مصطلح في الوقت ده من المستوى. فالمصطلح الثالث معانا النهارده هو held up. held up means delayed معناها delayed انا متأخر. يبقى كلمة held up يعني متأخر، انا تأخرت، انا تأخرت عن شيء بعمله.
طبعا زي ما احنا شايفين في الصورة مستر لي صاحب شركة الإيطالة، احنا خدناها في بداية السلسلة، والموظف داخل عليه فبيقول له sorry I was held up at a meeting. Sorry I was held up at a meeting، يعني أنا اتأخرت في اجتماع فبعتذر عن التأخير مستر لي. وهو بيشاور لساعته يقول له اتأخرت، يعني ايه اللي أخرك كده؟ فقال له أنا I held up يعني أنا اتأخرت، كلمة delayed يعني اتأخرت في اجتماع. More examples: I was held up at the airport for 2 hours. Customs officials went through my bags. يعني I was held up، أنا اتأخرت في المطار لمدة ساعتين، موظفين الجمارك طبعا كانوا بيفتشوا الحقائب بتاعتي. More examples: I got home at 10 o'clock last night. I was held up at the office doing paperwork. يعني أنا وصلت البيت الساعة 10 الليلة اللي فاتت. I was held up، أنا تأخرت طبعا في المكتب، كنت بعمل بعض شغل الورق. طبعا كلمة paperwork مديني معناها تحت وتنويه، أي يعني ايه paperwork؟ هو ال work that involves forms, documents and letters or letters. work اللي هو الأعمال اللي بتشتمل على استمارات، مستندات، خطابات، دي بنسميها paperwork. يبقى أي حاجة تعملها خاصة بالمستندات أو استمارات في شغلك يعني، ديت ممكن تشيليها بكلمة واحدة اللي هي كلمة ايه؟ paper work. طبعا إلى هنا ينتهي الفيديو. طبعا خدنا 3 مصطلحات: tied up المصطلح الأولاني، المصطلح الثاني when is a good time، المصطلح الثالث held up. أتمنى المصطلحات دي تفيدكم، وأكيد هي هتفيدكم يعني. عايز الناس تحاول طبعا تمارسها في حياتها العملية وتطبقها بشكل عام وتكررها بشكل كبير، وتراجع طبعا المصطلحات اللي خدناها في الفيديوهات اللي فاتت. وإلى لقاء آخر، see you next.